جزء من التحديات اللي تواجهنا في بناء الرأس المال البشري الإبداعي مجموعة من المؤشرات احنا نطالعها. المؤشر الأول متعلق في الليرنينج جاب اللي هي فجوة التعليم. مؤشر ثاني يسمونه فقر التعليم. نتكلم على مؤشر البرودكتيفيتي الإنتاجية الـSCI، يعني اللي هي المؤشرات اللي احنا نستخدمها علشان نعرف. مؤشر الانفاق نشوف ايش كثر احنا قاعد ننفق وشنو النتائج اللي تطلع معنا. هذه المؤشرات هي اللي تعطيك الداشبورد قياس على الوضع والمنظومة التعليمية لدولة لبنان. هذه المنظومة التعليمية في كوفيد 19 تعرضت إلى بعد شوك، تعرضت إلى صدمة. هذه الصدمة سوت فاقد تعليمي إضافي. هل الكويت في منأى عن هذه التحديات؟ لا، العالم كله يشتكي من تحديات مشابهة. كل دولة لها طريقتها في التعامل. احنا طريقتنا في التعامل مع الموضوع موجود في استراتيجية مطورة وضعت تحت اسم إعادة هيكلة منظومة التعليم. لما سوي إعادة هيكلة لمنظومة التعليم، أنا مو قاعد أطالع شيء واحد، أنا قاعد أطالع عدة أمور. فعندنا إحنا مجموعة من الأمور اللي موجودة، الجهود اللي قاعد تتم فيها لا تبين أثرها الحين، الآثار ما راح تبين لها، راح تبين لاحقا. في بعض القطاعات التأثير فيها ما يبين آني، تأخذ وقت. وهذا القطاع التعليم بالذات التأثير ماله ياخذ وقت.